اوه توتي محلاه. توتي ها شو هاي كل الادوات الموسيقيه محلاها؟ دول لي يعني إليك؟ آه طيب إليك. أوكي طيب وشو نسوي فيهن لكل اللي إليك؟ إني لعبك لعبة فوز موز اليوم. عنجد؟ اللعبة بتقول لعبة الغناني، لازم أنا أغني غناي وآخر حرف من الغناي أنت لازم تلاقي عليها غناي جديدة. واو محلى اللعبة، بس ما فهمتش منه ولا إشي، بينفع تعطيني كمان مرة التفسير؟ لا إسا بنغني وبقول لك يلا. أنا بدي أبلش مش فاهم اللعبة، أنا مش فاهمها. أنا بدي أبلش أغني غناي وآخر حرف من الغناي أنت لازم تبلش فيها غناي جديدة. يعني مثلا 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 بابي 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 ب اه حرف الباء حرف الباء ها دي بس عير خيطه حرف الباء با با بابا جاب لي قلبي حبيته من قلبي بيهز اللي بديله بيبعد على جنبي بيعوي عو 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 بيعوي عو عو بابا جاب لي قلبي حبيته من قلبي بي. يا يا حرف الياء صعب هاي فوز موز صعب يا الله شو حبيتها ولا مرة بشتبك بيتها بيتها على ظهرها باخدها عندي بيتها تا حرف التا حرف التا اني عايز شوي زيري بس الو 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 اي حرف هيدا حرف التاء حرف التاء جاهزي تا 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 يلا فوزي مازي ها طابا جاب لي قلبي حبيته ح حرف الحاء ح ح كيف وصلت لحرف الحاء يا فوزي مازي حبيته حبيته ح طيب يلا هو حزازي حزازي واللي بيحزر هو كبير يلا نحزر حسيلة والشكل مثل تفكير را را انت رح تربحين انت انا اصغر منك انا اخذت 100 بالعربي شو 100 باللغة العربية اخذت ها سلس عير بس يلا فوزي موزي را 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 بابا جاب لي قلبي حبيته من قلبي بيهز اللي بديله ويبعد على جنبي بيعوي عو 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 ما جبت حرف العاء طيب خلاص حرف العاء اول حرف اسبوع يا سلام اللي مكون من ايام واحد الى سبعه يلا نعدهم تمام على الاسبوع يا سلام اللي مكون من ايام حرف الميم تفضل حرف الميم ميم 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 بابا جاب لي قلبي حبيته من قلبي بيهز اللي بديله مش عندك غير غنية بابا جاب لي قلبي بديش العب خلص باي بابا جاب لي قلبي حبيته من قلبي بيهز اللي بديله راح ابتدي العب لحالي انا كل العب لي يا انا لسه بغني بودي بودي بابا جاب لي قلبي لحالي بغني كل الغناني محلاها يلا راح اسوي راحة يس 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 انا ربحت انا شو كمان لا هاي شو هاي كل الادوات الموسيقيه لي انا ربحت من كل نيالي احلى لي هذا كله اروحوا معي على البيت مش لك ادوات يلا الى اللقاء يا بنات الى اللقاء راح نعمل حفلة كل أصدقائنا في الأردن منحب ندعيكوا على عرض فوزي موزي وتوتي مع المندلينا والبطيخة اللي راح يصير على المسرح الرئيسي في مهرجان الفحيص بتاريخ 5/8 الساعة 6:30 المساء عشان تحصلوا على التذاكر أمامكم كل تفاصيل الحصول على التذاكر وإحنا بنتظاركم إلى اللقاء بتحبونا؟ بتحبوا تضلكم تشوفونا؟ تنسوش تكبسوا على سبسكرايب مرة واحدة وخلاص